طابت أوقاتكم. موجز الأخبار من قناة الشروق، مرحبا بكم. ينهي رئيس وأعضاء مجلس السيادة بمزيد من الحزن والأسى القامة الوطنية والاجتماعية الأمير بغادي محمد حماد أمير الحوازمة بولاية جنوب كردفان الذي انتقل إلى رحاب ربه صباح أمس بالعاصمة المصرية القاهرة. ويعد الفقيد أحد أهم الركائز الاجتماعية في جنوب كردفان بصفة خاصة وكردفان الكبرى بصفة عامة، وعلى امتداد الوطن الكبير جامع للكيانات الاجتماعية والقبلية بتنوعها وثقافاتها وأنماط حياتها المختلفة. أقر الاجتماع المشترك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة برئاسة والي ولاية الجزيرة المفوض مصطفى دفع الله صباح أمس بأمانة حكومة الولاية بمدني إنفاذ ترقيات المعلمين فورا وتعديل المرتبات وفق الترقيات. كما أقر الاجتماع بمتابعة متأخرات العام 2020 والعمل على معالجة وجدولة سداد فروقات الترقيات شهريا ومتابعة إنفاذ البديل النقدي للعام 2022 وجميع مستحقات العاملين بالتعليم مع الحكومة الاتحادية ومراجعة مرتبات المعلمين بولاية الجزيرة أسوة بالولايات الأخرى. أجاز مجلس وزراء حكومة شمال كردفان في اجتماعه أمس السبت بأمانة الحكومة بالأبيض برئاسة والي شمال كردفان المكلف فضل الله محمد علي مشروع موازنة العام المالي للولاية للعام 2023 بمبلغ 117 مليار و 440 مليون و 470 ألف جنيه بزيادة بلغت 72% عن العام 2022. واستعرض مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية عبد الله عبد الرحمن محمد في حديثه الموجهات العامة للموازنة الصادرة من وزارة المالية الاتحادية والولائية والتي تمت مناقشتها عبر اللجنة العليا لإعداد الموازنة واللجان الفنية المكونة على مستوى الوزارات والمحليات والوحدات الحكومية، والتي اشتملت على مناقشة الجداول المتعلقة بالموازنة والقوانين المصاحبة، وذلك بهدف تجاوز التحديات التي صاحبت موازنة العام 2022. افتتح المدير التنفيذي لمحلية بابانوسا بغرب كردفان سليمان محمد سليمان برفقة لجنة الأمن أمس المعرض التجاري للحرف اليدوية لجمعية تنمية مهارات المرأة بمركز شباب بابانوسا. وفي كلمته بالمناسبة أشاد المدير التنفيذي للمحلية بقدرات المرأة في الصناعات اليدوية المختلفة وقال إن منتجات المعرض ذات قيمة مادية ومعنوية كبيرة ويمكن لها المنافسة على المستوى القومي، وأكد دعمه اللامحدود للجمعية في كل برامجها. نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة الشروق، شكرا جزيلا لتفضلكم بالمتابعة وفي أمان الله.